يدعون من دون الله. القرآن يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لاحظ هؤلاء نهانا القرآن أن نسبهم لأن سبهم يجر إلى سب الله تبارك وتعالى. سب هؤلاء يجر إلى سب الله، وهذا ليس مطلق أحبائي. لا بد أن نرى أن القرآن الذي نهى عن السب لم ينهي عن السب مطلقا. القرآن هو قال عتل بعد ذلك زنيم، الزنيم سب. لاحظتوا القرآن حينما لاحظوا التفاسير، لاحظوا يعني القرآن بخلاف خذش كفته مجمع البيان، لاحظ التفاسير الأخرى، هل القرآن يخالف نفسه؟ يقول عتل بعد ذلك زنيم. القرآن عترات ها. إذن علينا أن نعرف لماذا نحتاج إلى العترة حتى توضح لنا هذه المصادر. حتى المسولون الوساوس الشيطنة والذين يكون عملهم يبثون في عقول الضعفاء لا تسبون أحد، لا تتكلمون على أحد، لا تلعنون أحد. لاحظت القرآن ينهى عن ذلك وهو يفعل. إذن نهيه ليس مطلق، نهيه في مورد خاص. لا تسبوا الذين يدعون من دون الله ذولا فيسبوا الله. الأصنام لا تسبوها لأن يرجعون يسبون الله. أما ما قال لا تسبون الظالمين، ما قال لا تلعنون الظالمين. من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قيس. عبد الله بن قيس اسم أبي موسى الأشعري. أما بعد، يا عظير أبي. شنو إير؟ كلمة جميلة أو كلمة قبيحة؟ عظير أبي كلمة، جملة جميلة أم جملة قبيحة؟ كلمة قبيحة، جملة قبيحة. أما أمير المؤمنين دا يستعمل الكلمة القبيحة والجملة القبيحة في حق أبي موسى الأشعري اللي أقبح من الكلمة القبيحة ومن الجملة القبيحة. أبو موسى الأشعري في سبيل الدنيا ما كان مستعد فقط أن يعظ إير أبيه، وإنما كان مستعد أن يطبب راسه في طيز أبيه وفي طيز أمه أيضا. فرد واحد قذر وصخ زنديق ملحد كافر منافق ناصب ابن الزانية ابن العاهرة ابن القحبة، فرد شي كان أصلا لا يصدق. عندما أمير المؤمنين يقول في حقه يا عظير أبيه نعرف أنه شنو. قال أمير المؤمنين لخالد كذبت، أنت ما تتمكن تقتلني، لا أم لك. لا أم لك يعني ما عندك تربية، ما عندك تربية. من يفعله، فرد واحد اللي يقتلني أضيق حلقة است منك. الاست في اللغة العربية الفصحى يعني الطيس. أمير المؤمنين يستعمل كلمة الطيس في مسجد رسول الله بمناسبة صلاة الفجر والناس مجتمعون. نعم، لأن يريد يبين واقع قبيح لازم يختار إلي كلمة قبيحة. وتفصيل الجملة هكذا، أمير المؤمنين يريد يقول لي يا منيوك ابن ملجم اللي يقتلني هم منيوك مثلك، أما المرات اللي الناس كانوا ينيشوا بيها كانت أقل،
بالنسبة إليك. فهذا المطاط اللي حول دبرك أصلا هذا بعد مو مطاط من كثرة ما ناتشوك، أما ابن ملجم لا ناتشو بس قليل قليل، ذاك يقتلني. أما أنت لا، أنت ما تتمكن، أنت روح شوف علاج لطيزك حتى لا تضرط ضرطة منكرة في مجلس رسول الله. أما ابن ملجم لم يسجل التاريخ عليه ضرطة لا في مسجد رسول الله ولا في مسجد الكوفة ولا في المسجد الحرام ولا في أي مسجد آخر. فقال أمير المؤمنين لخالد: كذبت، لا أم لك، من يفعله أضيق حلقة إست منك.